مرحبا. البحص عادة بيتكون بقلب المرارة وممكن ينتقل إلى القنوات، وإذا تسكروا بيسببوا التهابات قوية اللي ممكن توصل للبنكرياس. ممكن تكون بحصة كبيرة أو أكثر، ما منحس بالمرارة إلا إذا صار كبر البحصة أكثر من 8 ملي، وعوارضها ممكن تبلش فجأة من دون سابق إنذار بوجع كتير حاد بمنطقة البطن العالي على ميلة اليمين مع العيان واستفراغ. ممكن يضل الوجع أكثر من 30 دقيقة ويوصل لبين الكتاف. النقص والزيادة بالوزن بشكل متكرر بسبب بحص بالمرارة. الدايت والرياضة هي أحلى شيء منعمله تنتفادى مرض المرارة. دراسات أثبتت أنه الأكل اللي فيه نسبة كوليسترول عالي وألياف واطي هو سبب كبير للبحص بالمرارة. العلاج بيكون مختلف، ممكن يكون بدواء أو فحص بالناظور أو بتفجير البحص من خارج الجسم بواسطة الألتراساوند، وأحيانا بنلجأ للعملية الجراحية. في وصفات طبية عربية لتفتيت البحصة مثل شرب خل التفاح أو شرب عصير الحامض مع زيت الزيتون. صحتك مهمة، بس الأهم تحافظ عليها. انطروني بكرة مع تيب جديد. تشاو.